الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. الإخوة المشاهدون، مرحبا بكم في برنامج جديد وحلقة جديدة من برنامج سؤال وجواب، الذي يهدف إلى تسهيل اطلاع الناس على فتاوى أهل العلم في بعض المسائل المهمة والأسئلة الملحة التي يرسلها الإخوة للإجابة عليها. ولست عالما ولا مفتيا، إنما أنقل فتاوى العلماء رحمهم الله تعالى وحفظ من بقي في بعض المسائل لتسهيل اطلاع الناس عليها. السائل يقول: ما هي الغيبة؟ وهل تباح أحيانا؟ وجزاكم الله خيرا. الإجابة: الغيبة من كبائر الذنوب، وقد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره، وهو غائب، يعني في حالة غياب. فقال له رجل: أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ يعني لو كان كلامي اللي بقوله فيه ده حق. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني من البهتان. إذن الغيبة كونك تذكر إنسان بما فيه وهو غائب، وإذا ذكرت الإنسان بما ليس فيه هذا يعتبر بهتان. أما إذا ذكرته بما فيه في حالة حضوره هذا يعتبر من السب. وكل هذه الأشياء ينبغي على المسلم أن يجتنبها. الغيبة وردت في شأنها نصوص كثيرة جدا، منها قول الله تبارك وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فهي من المحرمات. ومما جاء فيها حديث عائشة رضي الله عنها لما كانت مع النبي عليه الصلاة والسلام، فذكرت صفية رضي الله عنها وقالت: حسبك من صفية كذا وكذا، تعني قصيرة. فلاحظ موقف النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الكلمة، وإن كان الليلة كلمة زي دي يستسهلها كثير من الناس، عادي جدا، قصير وطويل وشكله كيف وعامل كيف، دي أشياء بسيطة جدا الناس بيستسهلوها عندهم. لكن لاحظ موقف النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته، يعني من شدة الكلمة ومن عظمها عند الله تبارك وتعالى. فالإنسان ما يستسهل الكلام. الغيبة تكون إما في شكل الإنسان أو في سلوكه أو في أخلاقه. فكونك تذكر أي إنسان بما فيه في حالة غيابه هذا من المحرمات ولا يجوز شرعا. طيب، بعد ذلك ذكر العلماء مجموعة من المواضع التي تجوز فيها الغيبة لرجحان المصلحة الشرعية، أو بمعنى إنه في أشياء ما ممكن تتم من ناحية المصالح الشرعية أو حتى المصالح الدنيوية، لا تتم إلا باغتياب أو بغيبة إنسان معين، مثل الفتية. أنت بتستفتي عالم معين في حق إنسان، ظلمك، أخذ حقك، يتكلم فيك إلى آخره، فلا بد أن تذكر من ظلمك وتستفتي العالم أو الشيخ في حكم المسألة. اثنين، القضاء. الآن إنسان مو قاضي، إنسان آخر في مسألة معينة، ما ممكن يمشي للقاضي يقول له: يا أخي أنا ما أدري أغتاب الزول ده وما أدري أقول فيه حاجة، ولكن أنا مظلوم. طيب أنت منو ظلمك؟ وظلمك بيات نوع من أنواع الظلم، قال عنك شنو، ارتكب شنو في حقك إلى آخره. فالعلماء ذكروا كما ذكر النووي رحمه الله تعالى في كتاب رياض الصالحين وفي الأذكار مجموعة من الأشياء التي تباح فيها الغيبة لغرض شرعي، لا يتم الغرض إلا بالغيبة. وذكر على ذلك أدلة، منها أيضا ما احتج به العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى
في المواضع التي تباح فيها الغيبة، كما ذكر في تفسيره رحمه الله تعالى، منها حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذن عليه رجل فقال إئذنوا له قبل ما يدخل في حالة غيابه، إئذنوا له بئس أخو العشيرة، كلم فيه النبي عليه الصلاة والسلام في حالة غيابه. لكن هذا قالوا في حق من كان ذا سوء وشر، لذلك بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب جواز غيبة أهل الريب والفساد. إنسان صاحب شر وسوء تحذر الناس منه، فما تقول لي يا أخي أنا بتورع وأنا ما بغتاب. صحيح الغيبة محرمة ما بتجوز من كبائر الذنوب، لكن في الحالة دي أباح الشرع لك أن تغتاب هذا الشخص لمصلحة عليا، وهي تحذير المسلمين من شره. ولذلك قال الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فيما نقل شيخ الإسلام في الفتاوى المجلد 28، قال: أترغبون عن ذكر الفاجر؟ اذكروه بما فيه. ليه؟ يحذره الناس. يعني أنت بتذكر الإنسان الفاجر أو صاحب الشر وصاحب السوء والداعي للبدعة والداعي للضلال أو صديق السوء صاحب المعاصي والفجور، اذكروا بما فيه. لماذا؟ ليحذره الناس. طيب، وقال الشيخ الإسلام ابن تيمية بعد كلام الحسن البصري رحمه الله تعالى، قال: ودليل الحسن، لأنه ده ما مش كلام الحسن براو، احنا عندنا كلام العلماء محترم ومقدر، لكن كلام العلماء ما حجة براو، إنما يستدل لكلام العالم ولا يستدل به. طيب، شنو دليل الحسن البصري؟ قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ودليل الحسن البصري حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما جاءت تستأذن أو تستشير النبي عليه الصلاة والسلام، قالت: خطبني أبو الجهم ومعاوية، خلاصة الحديث. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أما معاوية فصعلوك، أي لا مال له، وأما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه. لها تأويلات أو تأويلان، إما ضراب للنساء بيضرب النساء كثير، أو لا يضع العصا عن عاتقه هو كثير الأسفار. والأمرين ديل ما محبذات بالنسبة للمرأة في الزواج، يعني الرجل اللي كثير الأسفار ما محبب للمرأة، لأن المرأة تريد أن يكون زوجها قريبا منها. طيب، وكذلك الرجل الذي يضرب أو يضرب النساء ما محبذ في الزواج، لأنه هذا فيه أذى للمرأة، إلا أن يكون الضرب بالطريقة الشرعية وبعد مراحل طبعا، ما من الأول طوال المرأة غلطت يزول يروح يضرب وكذا ويسير ليه لا، مراحل. فيضوهن وهجروهن في المضاجع، فإن أطعن واضربوهن، بعد ذلك الضرب يجي في النهاية، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. عموما، فهذا هو دليل العلماء وأدلة كثيرة جدا من السنة على إن الإنسان إذا كان ذا شر وذا فساد يحذر منه. ابن تيمية والعلماء وكذلك ابن حجر استدلوا بهذا الحديث استدلال من باب أولى، إذا كان أبيحة الغيبة في غرض يختص بزواج امرأة، يعني في زواج امرأة بس شان مرأة تتزوج، اغتاب لها اثنين ودلها على ثالث وهو أسامة رضي الله عنه. فإذا كان الغيبة جازت في زواج امرأة فمن باب أولى فيما يختص بعقائد الأمة. لذلك كثير من الناس تجد عندهم ورع، وهو ورع في غير محله أو في غير محله. الواحد يقول لك يا أخي ما يجوز الغيبة وحرام، ما تتكلم في الناس، وعلمنا ساي، يقول لك قول قال الله وقال الرسول، ما تذكر الناس، ويتخيل إنه هذا من باب المحرمات ومن الغيبة. لا، ده هو نعم يسمى غيبة، لكن هذا من باب الغيبة المباحة، بل قد تكون واجبة إذا كان الإنسان داعي إلى بدعة، داعي إلى ضلالة، ضر الناس وأفسد عقائد الناس. هنا تكون أو يكون حكم غيبة هذا الرجل وتحذير الناس منه حكم واجب من واجبات الشرع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عليه إجماع العلماء، ونقل عليه أيضا الإجماع الإمام النووي رحمه الله تعالى، وكذلك ابن رجب الحنبلي وغيرهم من أهل العلم. إذن تبين بالنسبة لنا يا أخواننا أن الغيبة من المحرمات،
وهي من كبائر الذنوب، لأنه توعد النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الغيبة، بل الوعيد في الآية أيحب أحدكم، وعيد عجيب جدا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا، كأنه بيأكل لحمه. قال فكرهتموه، لأنه ده شيء مستغذر ما يستسيغ الإنسان. يا أخي لحم الإنسان ده لو جابوا لك مشوي ومطهي بصورة جميلة ما بتاكله، لحم إنسان أنت ما بتاكله، فكيف الإنسان يأكل لحم أخيه ومش كده كمان ميتا، يأكل لحم أخوه ميت. ربنا قال فكرهتموه، العلماء قالوا كما يكره الإنسان أن يأكل لحم أخيه ميتا، كذلك يكره أن يقع في هذا الذنب العظيم ألا وهو الغيبة. بعد ذلك تباح هذه الغيبة لأغراض شرعية لا تتم إلا بها، كمسائل الجرح والتعديل ونقد الكتب ونقد الرجال ونقد الطوائف وهكذا. طيب، السائل يقول ما حكم العادة السرية، وهل تجوز عند شدة الشهوة؟ أفيدوني بارك الله فيكم. الإجابة على هذا، العادة السرية وهي معروفة عند الناس، هي نكح اليد، يستعملها كثير من الشباب ويقعوا في المسألة دي، بعضهم بجهله وبعضهم بشدة الشهوة عليه يرتكب مثل هذه الأشياء، وبعضهم يقول لك يا أخي والله بس الواحد ما إننا ما داري قاعد له في ذنب ويستحل له فرج حرام وكذا، يقول لك يا أخي بس أحسن الزول يقضي شهوته بالعادة السرية. فنقول أخواننا دي من المحرمات، ما تجوز، لقول الله تبارك وتعالى والذين هم لفروجهم حافظون، المؤمن يحفظ فرجه، هذه من صفات المؤمنين في أول سورة المؤمنين، وكذلك في سورة سأل سائل من صفات المؤمن ربنا قال والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظ فرجه من كل شيء يخل بما أوجب بما أباحه الشرع في مسألة الفرج. والذين هم لفروجهم حافظون، استثنى بعد ذلك إلا على أزواجهم، يباح للإنسان أن يستمتع بزوجه، الرجل يستمتع بزوجه ويتجنب الدبر، لكن يستمتع بزوجه بما شاء، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. طيب، قال إلا على أزواجهم، الزوجة من الحلال، أو ما ملكت أيمانهم، دل السبايا المملوكة، وهذا من الأحكام اللي بتخص الجهاد، متى ما وجد الجهاد وجد السبي، سبي نساء الكفار، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، الإنسان ما يلام على ما يأتي من زوجته وملك يمينه. قال فمن ابتغى وراء ذلك، أي غير ذلك، كل شيء غير كده، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى نقل عن الإمام الشافعي قال في هذه الآية دليل على حرمة الاستمناء. ليه؟ لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول فمن ابتغى وراء ذلك، ولا شك إنه الاستمناء شهوة ولذة واستمتاع. هل هذا الاستمتاع بالزوجة اللي أباح ربنا سبحانه وتعالى؟ لا. هل بملك اليمين؟ لا. ربنا قال فمن ابتغى وراء ذلك، كل شيء غير كذا، فأولئك هم العادون. هذا من التعدي على حدود الله تبارك وتعالى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. إذن هذه المسألة من المحرمات، بعض أهل العلم ذكرت لهم كلمات، وهذه من الأقوال الشاذة ومن الفتاوى الشاذة التي ينبغي الإنسان أنه ما يتبعه، أنه إذا اشتدت به الشهوة يعني الأفضل له من أنه يرتكب الزنا ولا اللواط ولا غيره من الكبائر، يبقى المسألة دي أخف له. لكن نقول يا أخواننا هذه الأمور أو هذا الأمر من الاستمناء
وما شابهه ما جعله الله تبارك وتعالى للإنسان سبيلا حين ما يتمكن من الزواج أو ملك اليمين. ربنا ما جعله سبيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب، ومن لم يستطع؟ ما بيقدر. الباءة الراجح فيها أنها المقدرة على ما يعني يقوم الإنسان بما يحتاج إليه البيت. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. طيب أنا ما مستطيع، هل قال عليه بالاستمناء؟ أبدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص على دين الناس وأفصح الخلق وأبين الخلق، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر ده مباح كان بين لنا النبي عليه الصلاة والسلام وما بأخر ولا بكتم الشرع. قال: من استطاع منكم الباء فليتزوج. طيب، ومن لم يستطع؟ قال: فعليه بالصوم. ليه؟ لأن الصوم يكبح الشهوة ويمكن الإنسان من التحكم في نفسه ويضعف مجرى الشيطان، لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. لما يصوم يضعف جسمه، يضعف جريان الدم، يضعف الشيطان فيه، تهدأ الشهوة، تسكن الشهوة، يقدر الإنسان على الصبر. فشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام جعل لنا المخرج في شنو؟ ما قال عليه بالاستمناء، لا، قال فعليه بالصوم، فإنه له وجاء حماية. فالإنسان متى ما اشتدت عليه الشهوة وعظمت في نفسه مش يقول خلاص أنا طوالي ألجأ للاستمناء ولهذه السبل، لا، إنما يلجأ إلى الصوم وإلى الاعتصام بالله سبحانه وتعالى. طيب، بعض الناس قد يكون أدمن، وبعض الشباب بيرسلوا رسائل كده في الواتساب وفي التلفون يقول لك والله أنا أدمنت استعمال طيب كيف أتخلص منها؟ التخلص منها كالآتي: أولا الدعاء، تدعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يوفقك، لأنه دي طاعة. وربنا سبحانه وتعالى يقول سورة الفاتحة زول بيقراها يومي: إياك نعبد، يعني يا ربنا إحنا بنعبدك، وإياك نستعين، يعني العبادة اللي أنت أمرتنا بها وبينتها لنا دي نحن بنستعين بيك يا ربنا على عبادتنا دي. عشان كده من أعظم أساليب العون والتوفيق الدعاء. أدعو ربنا سبحانه وتعالى إنه يزيل من قلبك الشهوة في الحرام وتعاطي هذه الحرمة. أولا يدعو الله سبحانه وتعالى، ثانيا يتذكر نظر الله سبحانه وتعالى إليه لما يخلو بنفسه ويمارس هذه العملية، يتذكر إن المولى تبارك وتعالى ينظر إليه. قال جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. أنا متأكد لو زول عمل العملية دي وأثناء ما بيعمله بس تذكر إنه المولى عز وجل ينظر إليه، ما حيقدر يواصل، حيوقف. سبحان الله. عشان كده الإنسان يتذكر نظر المولى تبارك وتعالى إليه. أيضا يبتعد عن النظر إلى الصور الخليعة، لأنه هي طبعا إثارة الشهوة دي أزل ما بيستثيرها في نفسه براو، يعين لأفلام ومشاهد وصور خليعة وعارية وشنو مقاطع واليوتيوب، يكون بعين في الموبايل وشاهد الأشياء دي. هي هذه الأشياء هي التي تستثير الشهوة، بعدها يقول لك أنا ما قادر أصبر. طيب، وزواج ما قادر أتزوج، إذن أنا أعمل الاستمناء وكذا. ليه؟ لأنه هو الذي فتح على نفسه الباب بالنظر الحرام. عشان كده ربط الله سبحانه وتعالى بين حفظ الفرد وبين النظر، فقال تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. لأن حفظ الفرد مربوط بغض البصر. الزول لو ما تمكن من كبح بصره وغض بصره بعد ذاك يصعب عليه تحصين الفرد. إذن
من الأساليب اللي بتعين الإنسان على التخلص من هذه العادة أو من هذه المسألة القبيحة المشينة أن يبعد أو يبعد تماما عن النظر إلى الصور الفاضحة والأفلام وغيرها. أيضا يبعد عن التفكر في الجنس. ما أنت خلاص شاب والآن ما قادر تتزوج لظرفك صغير في السن، ما قادر ما ما ما, ما مستطيع الزواج إلى آخره، ما تفكر في الأشياء دي وتقعد تسرح بخيالك وتتخيل إنه أنا عملت كده ما تسرح بخيالك أبدا. إنما الإنسان يشغل نفسه بتلاوة القرآن، بالأذكار، يشغل نفسه بالمباح بالحلال، حتى ولو ما كان عبادة ولا طاعة، يشغل نفسك بالمباحات بالحلال، لكن ما تقعد مع نفسك براك وتقعد تتذكر في مثل هذه الأشياء. يتجنب كذلك الشاب الجلوس في الأماكن الخالية، ما يختلي بنفسه. أنت ما عرفت نفسك مبتلى بهذه المسألة، ما تختلي بنفسك، لأنه لما تكون قاعد براك في أي موطن من الأماكن الخالية الشيطان يلعب عليك، نفسك تسوي لك إنك أنت تعمل هذه الفاحشة والمسألة السيئة. لكن أنت أبعد نفسك عن الجلوس في الأماكن الخالية، دائما خليك مع الناس، مع إخوانك، مع أهلك، مع كذا، اجلس في الأماكن مع الناس، وأكثر من الدعاء ومن تلاوة القرآن. ربنا سبحانه وتعالى يعافيك. السائل يقول: ما حكم زيارة النساء للمقبرة؟ طيب، هذه المسألة من المسائل المهمة جدا، لأنه تتعلق بها أمور وقد تصل بالبعض إلى أفعال شركية وبدعية وإلى محرمات كبيرة، بل قد يصل البعض بالتساهل في مسألة زيارة المقابر إلى أن يقعوا في الكفر الأكبر، كدعاء الموتى والتقرب إلى الموتى بأنواع القربات. حكم زيارة النساء للمقابر ممنوعة، ما بتجوز، حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. في لفظ آخر الحديث: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. فيه نهي. أيضا النهي ورد في حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع الجنائز، ثم قالت كلمة من عندها، قالت: ولم يعزم علينا. طيب، بعض أهل العلم، وإن كان هذا القول ضعيف من حيث الدليل، يرى جواز زيارة المرأة للمقابر. وطبعا الزيارة المقصودة هنا الزيارة الشرعية، مش الزيارة البدعية اللي فيها توسل أو اللي فيها محرمات، لا أبدا. الزيارة المقصودة هي الزيارة الشرعية، الزيارة للعبرة وللدعاء. إنسان يزور المقبرة شان يدعو للموتى أو من أجل أن يتعظ ويعتبر. طيب، هذا الحديث بعض أهل العلم طعن فيه، رواية زائرات القبور، لأنه رواية زائرات القبور فيها زيادة على زوارات القبور. طيب، طعنوا فيه من نواحي. بعضهم قال من حيث الحديث فيه نكارة وفيه شذوذ. طيب، لماذا؟ قالوا لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما رواه مسلم رحمه الله تعالى، لما سألت النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تقول إذا زارت المقابر؟ فقالوا: هذا الحديث يعارض حديث اللعن، لعن الله زوارات القبور أو زائرات القبور. فما في شذوذ. ليه؟ لأن حديث عائشة ليس فيه تعارض مع حديث لعن الله زوارات القبور. كيف؟ حديث عائشة العلماء قالوا يحمل على ما إذا مرت المرأة بالمقابر،
مش هي مشت لزيارة القبور، لا، هي مرت بالمقابر. ماذا تقول إذا مرت بالمقبرة؟ إذن هي ما زائرة للمقابر ولا جاءت زيارة للمقابر، إنما مرت بالمقبرة. ماذا تقول؟ علمها النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا أيضا حديث المرأة التي وجدها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي عند القبر، فقال لها اتقي الله واصبري، فقالت إليك عني، أو كلمة نحوها، ما عرفت من النبي عليه الصلاة والسلام، قالت إليك عني، هي في مصيبة وده ابنها مات وتبكي ابنها، فقالت إنك لم تصب بمصيبتي، أو كلمة نحوها. فبعد ما مر النبي عليه الصلاة والسلام قالوا لها هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت إليه تعتذر، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الوهلة الأولى. قالوا هذه المرأة نهاها النبي عليه الصلاة والسلام عن الجزع ولم ينهها عن زيارة القبر، فدل على جواز زيارة النساء للمقابر. العلماء قالوا ليس فيه دلالة على الجواز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهاها عن المنكر الأعظم، ألا وهو النياحة على الميت، وليس في هذا أبدا جواز أن أو ليس في هذا دليل على إنه وجود في المقابر أو زيارة للمقبرة أباح لها النبي عليه الصلاة والسلام أو أقرها عليه، إنما النبي عليه الصلاة والسلام هنا نهى عن المنكر الأعظم أو الأكبر. قالوا أيضا في حديث أم عطية رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز، نهي ونهينا معناها نهاهم أو نهاهن النبي عليه الصلاة والسلام. طيب قالت ولم يعزم علينا. شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تعليقه على اقتضاء الصلاة المستقيم يقول وهذا تفقه منها رضي الله عنها، تفقه أي هذا رأي أم عطية رضي الله عنها، ولكن الحجة فيما روت من الأثر أو فيما روت من نهي النبي عليه الصلاة والسلام، قالت نهينا، خلاص هذا النهي بعدك فهمت ولم يعزم علينا، أي هذا النهي من باب التنزيه ما من باب الحرمة، هذا تفقه منها رضي الله عنها، ولكن يبقى حكم زيارة النساء للمقابر من المحرمات لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. وبعض أهل العلم يقول زوارات تحمل على كثيرات الزيارة، يعني البزور كثير، أما المرأة البزور مرة والمرتين ما ممنوع، الفهم ما كده برضو، لأن زوارات لا تعني فقط كثرة الفعل، لأنه لفظ فعال هو نعم من صيغ المبالغة اللي بتدل على الكثرة، لكن ما طواله، أحيانا يأتي لنفي حتى المفرد الوحدة أو المرة الوحدة، كما في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، هل نقول ربنا ما ظلام للعبيد؟ ما ظلام، لكن بيظلم مرات، العياذ بالله، ربنا ما بيظلم مرة ولا مرتين، وما ربك بظلام للعبيد. فكذلك لفظ زوارات لا يعني فقط كثرة الزيارة، إنما يجمع بين هذا اللفظ وبين لفظ زائرات القبور اللي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول هذا اللفظ صحيح، فيكون حكم المسألة المرأة منهية عن زيارة القبور، وأيضا فيها حكمة شرعية لأن المرأة ضعيفة، وإذا رأت القبور وهذه المشاهد ربما تخرج عن طورة وتنوح وتفعل أشياء من حتى تدخل في الكبائر، بل المرأة بطبيعتها إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وخاصة عندنا ميالة للاعتقاد، خاصة لو لقت قبور من القبور المعظمة والمشاهد في المقابر وعاملين عليه تابوت والعاملين عليه بناء وعاملين عليه سياج من حديد وشنو ما أعرف الأشياء دي، المرأة سريعة التأثر، ممكن تتأثر بديل وديل أولياء وفيهم بركة وفيهم كذا، وكمان تتخرط في أشياء من الشركيات
ومن العقائد الخربة ويفسد عليه حتى دينه. فلذلك حكم المسألة دي، وإن كان في المسألة قولين، لكن الراجح والله أعلم يحرم على النساء زيارة القبور مطلقا، كما قرر ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. طيب، السائل يقول: أنا شخص أنتمي لجماعة من الجماعات، ولكن أريد أن أصلح من الداخل، فما تعليقكم؟ أو فما تعليقكم؟ أولا، تعليقي الأول على مسألة الانتماء للجماعات. الجماعات الموجودة اليوم على الساحة من جماعات الدعوة أو اللي بيسموها إسلامية، كجماعة الإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، جماعة الفرق الصوفية، وجماعة أنصار السنة، وجماعة غيرها من الجمعيات والجماعات اللي بتدعي القيام بالإسلام والدعوة للإسلام. هذه الجماعات تمثل فرق، ونحن نهينا عن اتباع الفرق، كما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين. لاحظ: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم، لأنه ده تفرق. طيب، الفرق شنو بين التفرق؟ إنه دي فرقة وهذه جماعة. الجماعة محمودة، نعم الجماعة محمودة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لما سئل عن الفرقة الناجية قال: هي الجماعة. طيب، والفرقة مذمومة، الفرقة في القرآن مذمومة، كويس؟ إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. طيب، ما هو الفرق بين الفرقة والجماعة؟ الفرق كالآتي: الفرقة اتخذت لها منهجا مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم، أما الجماعة هي ما كانت على ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام والصحابة. ده الفرق بيناتهم. الآن لما ننظر بمنظار الشرع للجماعات المذكورة آنفا، إخوان مسلمون، التبليغ، فرق الصوفية كلها، ننظر إليها بهذا المقياس، هل هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لما تنظر لعقائدهم ولمناهجهم ولدعوتهم ولعباداتهم وأذكارهم، تجد العقيدة الصوفية مخالفة لأصل الإسلام الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام، من اعتقاد في الأولياء ينفعون ويضرون، يعلمون الغيب، يهبون الذرية إلى آخره. في عباداتهم أذكار مبتدعة ما أنزل الله بها من سلطان، ما عندها علاقة مع السنة، ما عندها علاقة مع الكتاب، عباداتهم مليئة بالبدع والخرافات. إذن لو أنا سألوني قالوا لي: هل الآن الطرق الصوفية تمثل فرق أم تمثل الجماعة التي كان عليها الصحابة رضي الله عنهم؟ أقول بصراحة: هي فرقة من الفرق. إذن مسمى الجماعات بسموها لك اسم جميل، جماعات الإسلامية، جماعات الدعوة إلى آخره، هي فرق، فرق فارقت، يعني فارقت الكتاب، فارقت السنة. ما بقول كفار، قد يكون بعض الأفراد اللي قيمت عليهم الحجة ارتكبوا شيء مكفر، قد يكون في أفراد كفار، قد يكون، كويس، لكن ما معنى كلهم كفار، وهم فارقوا دعوة الكتاب ودعوة السنة. إذن هذه فرق، وبنص القرآن: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة لست منهم في شيء. طيب، يبقى عندنا ما يجوز الانتماء لهذه الجماعات. لذلك أفتى العلماء من المعاصرين رحمهم الله تعالى وحفظ الله تبارك وتعالى من بقي من علمائنا بعدم جواز الانتماء لهذه الجماعات. عشان كده أنا الشيء البديم به ربنا سبحانه وتعالى، وبقوله بكل صراحة: ما يجوز لأحد أن ينتمي لجماعة من هذه الجماعات، إنما كن مسلما على الكتاب وعلى السنة بفهم السلف الصالح، تعلم من العلماء، اعبد الله سبحانه وتعالى على بصيرة. هذا المطلوب،
لكن فرقت الأمة الجماعات، الآن كل مجموعة منها اتخذت منهج لها، فرقة ورئيس ومسائل توالي وتعادي عليها. المعاهم ده المؤمن التقي، واللي خرج عنهم ذاك الفاجر المجرم الفاسق إلى آخره. يذم بعضهم بعضا، يلعن بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا. فرقوا الأمة وأضعفوا قوة الأمة بما أدخلوه من بدع في الدين، وبما أدخلوه من ولاء وبراء. ودي كمان مشكلة تانية، غير البدع والضلالات في مناهجهم، أدخلوا على الأمة ولاء وبراء على هذه الأحزاب وعلى هذه الجماعات وعلى هذه الفرق. إذن ما يجوز للإنسان أن ينتمي لهذه المجموعات. الشيطان يدخل عليك أحيانا بشبه، شياطين الإنس والجن، عشان أنت تنتمي للجماعة تقف معهم، يقول لك طيب أنت بترى أن الجماعة ده على باطل وكذا، يقول لك أي نعم خلاص تعال يا أخ صلح، خش معانا جوا، احضر معانا اجتماعات وأجلس معانا وصلحنا من الداخل. هذه من حبائل إبليس ومن أساليب الشيطان عشان يضلك، يقول لك أجلس معانا. ودائما كما قال العلماء، الصاحب ساحب. أول ما جلست معاهم حضرت الاجتماعات وطالع ونازل معاهم، سرعان ما تتشرب ما عندهم. بدل أنت تصلح فيهم، هم بعد ذاك حيجروك إلى الباطل وإلى المنكرات وحتتشرب بالبدع. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام وصيته كما ذكر العلماء أن الإنسان ينأى بنفسه، وأخذها العلماء كما ذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى من حديث الدجال، قال من سمع به فلينأى عنه. سبحان الله، فائدة جميلة. من سمع به، ما قال اللي يمشي يا أخي يهدي الدجال ده ذاته يا أخي، تكلم معه لعله يهتدي، لا، لأنه ده صاحب فكر، صاحب خوارق ودجل، وهذا كافر، صاحب شبهات. قال من سمع به فلينأى عنه، يبتعد. قال وإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، ذو العجبة ونفسه، يقول لك يا أخي أنا ما بتأثر يا أخي، أنا بصلح وأنا بقعد معاهم وحصلحهم وحيستقيموا على يدي. أنت بتحلم حلم باطل ده، كويس. قال وإن الرجل ليأتيه ويحسب أنه مؤمن، قال فيتبعه لكثرة ما يلقي من الشبهات. نفس الأمر ده ينطبق اليوم على دعاة الباطل والبدع والانحراف والفرق. يأتي إليهم الشاب ويحسب أنه سيصلح من الداخل، لكن سرعان ما يصير هو أحد أفرادهم، ابقى واحد منهم، يدافع عنهم ويتبنى شبهاتهم وأباطيلهم شيئا فشيئا. لذلك البعد البعد، انأ بنفسك، ابتعد. ليس لك قلبان، ما عندك قلبين عشان تقعد معهم بقلب وتدخل الثاني لنفسك، عندك قلب واحد، لو فسد فسد سائر الجسد. لذلك ابعد وانأ بنفسك. سائل يقول ما حكم الذكر بالنوبة كما يفعله الآن كثير من الناس وجزاكم الله خيرا؟ الذكر يكون بالطريقة الشرعية النبوية. النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر الله تبارك وتعالى ويعقد التسبيح بيمينه. ومن الأشياء اللي ذكرت عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون فيها رفع الصوت، مش نوبة، نوبة ده ما برنامج براوده تاني بتاع إزعاج، مش نوبة بس، كانوا يكرهون فيها رفع الصوت، يكرهون رفع الصوت في القتال وفي تشييع الجنائز وفي الذكر. والله تبارك وتعالى يقول واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. اذكر الله تبارك وتعالى، والذكر يورث الإنسان طمأنينة وراحة وانشراح في الصدر وحلاوة في القلب. لكن الآن نوبة وضجيج وإزعاج ورقص، ده هل بيورث الإنسان طمأنينة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول ألا بذكر الله تطمئن القلوب،
القلب يطمئن ويسكن. الصحابة ذكروا الله عز وجل، والنبي صلى الله عليه وسلم أعظم من ذكر الله جل وعلا، لكن ما سمعنا بذكر فيه رقيص وفيه ضرب للضفوف وكذا، أبدا ما في، ما ورد لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة أبدا. وحتى الناس الليلة اللي بيعملوا الأشياء دي، النوبات وكذا، شغل الصوفية ده، لو سألت الواحد منهم قلت له يا أخي النوبة بتاعتكم دي ما شاء الله كده شايفها زي النوبة بتاعت الرسول، يقول لك لا لا الرسول ما كان عنده. طيب ماذا ما عنده تجبتها من وين وبتعملوه ليه؟ وهل في أجر؟ أنا دار أعرف إنتوا بتتخذوها عبادة، يعني الدقة بكم حسنة؟ لما أنا أدق النوبة الدقة الأولى بحسنة، دقتين بكم حسنة؟ وينو الدليل عليها؟ وينو الدليل؟ هل في أجر معين؟ ما ممكن أنا أتعبد لي بحاجة أنا ما أعرف أجرها شنو ذاته، وردت وين وفي حديث شنو؟ غاية ما عندنا الواحد يقول لك يا أخي ما في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم استقبله بالضفوف، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، ما في كلام زي ده يا أخي. دي روايات منكرة، ابن حجر في فتح الباري حقق الرواية دي وقال الرواية فيها إعضال أكثر من 100 سنة، ما معروف الراوي بتاع منو ذاته، رواية منكرة باطلة، ما ممكن تثبت عبادة بمثل هذه الرواية، فمنكرة من ناحية إسنادها ومن ناحية متنها أيضا منكرة. ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام استقبل بالضفوف أبدا، بل بالنص حرم النبي عليه الصلاة والسلام هذه الآلات، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم الخمر والميسرة والكوبة للآلة بتاعت الضفوف دي ذاتها، أو آلة الطبل، قال والكوبة والغبيرة وكل مسكر حرام. معقول محرمة بالنص على لسان النبي عليه الصلاة والسلام وتجي أنت تتخذ عبادة وتزعم أنه دي في اتباع للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ما يجوز الذكر بنوبة، ولا يجوز الذكر بالرقص، ولا تجوز هذه الأذكار الجماعية أبدا، إنما الذكر أن تقرأ القرآن، قرآن أفضل الذكر. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ الآن هل في ذول بيقدر يتصور إنه أنا بقرأ القرآن بنوبة؟ كيف؟ ده ما ذكر. أنا أجيب نوبة أمسك المصحف وأقرأ وأدوك في نوبة وأرقص، ما يستقيم. طيب الذكر أيضا يكون بالأذكار المعروفة السنية، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، تقول سبحان الله وبحمدي، تقول سبحان الله، تقول سبحان الله العظيم وبحمدي، إلى آخر الأذكار الكثيرة المذكورة في السنة وعليها أجور عظيمة يحرص عليها الإنسان. أما هذه الأذكار المبتدعة إنما هي أوزار وذنوب على أصحابها يبوؤون بها يوم القيامة. يقول السائل ما صحة حديث إن الله خلق آدم على صورته، وهل مفهوم الحديث المشابهة بين الخالق والمخلوق؟ أولا حديث إن الله خلق آدم على صورته حديث صحيح متفق على صحته، وبعض الناس يطعنون في هذا الحديث من باب فهمهم المغلوط، وأيضا مش نابع من فهمهم المغلوط للحديث، إنما نابع من عقيدتهم الباطلة كمان، مش فهم مغلوط الحديث فقط، إنما نابع من عقيدتهم الفاسدة في مسألة الأسماء والصفات. طيب ما معنى هذا الحديث إن الله خلق آدم على صورته؟ معنى الحديث واضح، إن الله خلق آدم على صورته، فيه إثبات الصورة لله جل وعلا، وإثبات الصورة كبقية الصفات، كما نثبت أن الله عز وجل يسمع وهو السميع، ويبصر وهو البصير، ويعلم وهو العليم، ويقدر وهو القدير. فنثبت لله سبحانه وتعالى القدرة والعلم والإرادة والسمع
والبصر والاستواء، كذلك نثبت الصورة. وكل هذه الصفات والأسماء نثبتها من غير تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل، يعني كما يليق بجلال الله تبارك وتعالى. نقول يسمع سمعا يليق بجلاله، ويبصر بصرا يليق بجلاله، وله عينان، وله يدان، وسميع وبصير، وله صورة. كل هذه الأشياء تليق بجلاله تبارك وتعالى. إذن الإنسان لو أثبت هذه الأشياء بهذه الصورة ما في إشكال، ما في إشكال أبدا. لكن بعض الناس يظن لما تثبت صفة معينة يظن أن هذا فيه مماثلة وتشبيه بين الخالق والمخلوق. لما تقول له مثلا إن الله سبحانه وتعالى سميع، وهو عنده الإنسان سميع يسمع، فيظن إنه هنا نحن مثلنا الخالق بالمخلوق، فيقوم يقول لك لا 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 لا، ما تقول كده، ما تقول الله سميع كأنه أنا شبهته بالمخلوق. لا لا، نقول المخلوق سميع يسمع، لكن سمع المخلوق محدود، يسمع سمع محدود لفترة معينة. كان قبل اليوم ما بيسمع، حيجي عليه زمن معين ما بيسمع ذاته، وبيسمع في مدى معين وهكذا. أما سمع الله تبارك وتعالى فسمع يحيط بجميع الأصوات، يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، يسمع كل شيء وهو السميع البصير. إذن لما أثبت السمع لله وأثبت كذلك السمع للمخلوق، ما يقتضي ده إخواننا المشابهة، ولا يقتضي التماثل، إنما العلماء يقولوا هذا تشابه في مسمى الصفة، يعني هذا سميع وهذا سميع مع الاختلاف في الحقائق. طيب إذا فهم هذا نقول إن لله سبحانه وتعالى صورة تليق بجلاله لا تشبه أبدا صور المخلوقين. طيب الإشكال جل الناس من وين؟ من سوء فهمهم. الحديث يقول إن الله خلق آدم على صورته، فهم ظنوا كلمة على صورته أي مشابهة لصورته، وده فهم مغلوط. على صورته ما معناها التماثل أبدا. لماذا؟ لأن مثلا هذا الشيء على صورة ذاك الشيء ما بتقتضي أنهما يتماثلان، كما جاء في الحديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر. أها يلا ركز معي في الحديث، على صورة القمر. هل معناها أول زمرة يدخل الجنة يشبه القمر في كل شيء، يشبه القمر، يماثل القمر؟ ما يماثله. ولو قلت يماثل القمر إذن أول من يدخلون الجنة ليس لهم أعين، لأن القمر ما عنده أعين، وليس لهم آذان ولا أنوف، وليس لهم، إنما دائرة بيضة. لا، إذن على صورة القمر معناها أي أول زمرة يدخلون الجنة في جمالهم وبهائهم ونضارتهم كالقمر. إذن لا يقتضي هذا المماثلة بين القمر وبين من يدخلون الجنة. فإذا كان كلمة على صورة ما تقتضي المماثلة بين مخلوق ومخلوق، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى؟ إذن لما قال إن الله خلق آدم
على صورته هذا لا يدل إطلاقا على أن آدم عليه السلام يماثل الخالق جل وعلا والعياذ بالله. ليه؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، أبدا ما في مخلوق يماثل الخالق. ولا تتصور في ذهنك أن صورة الخالق تماثل صورة مخلوق معين، لأن كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن مفهوم الحديث أن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، ما معناها؟ أن صورة آدم تماثل صورة الله تبارك وتعالى والعياذ بالله. إنما الحديث فيه إثبات الصورة لله تبارك وتعالى كما هي عقيدة أهل السنة والجماعة ومعروفة منذ القرون الأولى المفضلة. والآن الصوفية ينكر هذه الصفة، وينكر صفة الاستواء على العرش، وينكر صفة النزول، وينكر كثير من الصفات. والصوفية اليوم اللي بيدعوا إنهم على عقيدة أهل السنة ما عندهم علاقة مع عقيدة أهل السنة، هم على عقيدة الجهمية وعلى عقيدة الأشاعرة، بل عقيدتهم أسوأ من عقيدة الأشاعرة. هم بيدعوا الآن الانتماء لأبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى ورضي عنه قد ترك هذا المذهب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة على عقيدة الإمام أحمد ابن حنبل، وألف كتابه الإبانة عن أصول الديانة، وبين فيه أنه على عقيدة الإمام أحمد ابن حنبل وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة قاطبة، وترك هذا المذهب اللي بيتمسك به والآن بعض الصوفية، وهم في الحقيقة على مذهب الجهم ابن صفوان، ذاك الرجل الذي قتل ردة عليه من الله ما يستحق، والمذهب الذي مصدره مصدر الأساسي من اليهود عليهم لعنة الله تبارك وتعالى، وده مذهب ما عنده علاقة مع عقيدة المسلمين. طيب، السائل يقول يستدل البعض بحديث اذكروا محاسن موتاكم على عدم الكلام عن الموتى وإن كانوا من أهل البدع وأهل الفساد. طيب، نقول أولا لمن يستدل بهذا الحديث، العلماء عندهم مقولة طيبة بيقولوا أثبت العرش ثم انقش. لما تجي تبني حكم على مسألة معينة على حديث، أثبت الحديث في الأول، لأن الاستدلال بالقرآن يحتاج إلى أن يكون وجه الاستدلال صحيحا. يعني لما استدل بآية من القرآن ما في زي بيقول يثبت الآية دي، ما القرآن موجود والقرآن ما فيه ضعيف وصحيح، القرآن كله محفوظ. وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فالقرآن ما يحتاج إلى إثبات، بس لما تستدل بآية من القرآن توضح مفهوم الاستدلال ويكون الاستنباط صحيح. أما الاستدلال بالسنة، والسنة محفوظة أيضا، لكن السنة فيها صحيح وفيها ضعيف. الصحيح هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أي اللي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام أو فعله أو أقره. طيب، الضعيف ده ما ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قاله أو ما فعله أو ما أقره. إذن الاستدلال بالسنة العلماء قالوا لا بد فيه أولا من إثبات صحة الحديث، لأن السنة محفوظة لكن حفظها بطريقة غير حفظ القرآن. حفظت السنة عن طريق الرجال بعلم الحديث، وعلم الحديث من أدق علوم الدنيا ومن أقوى العلوم ضبطا
عشان في ناس بتخيلوا انه التصحيح والتضعيف ده مثلا بتاعت مزاج، حد يقول لك يا اخي انتوا تضعفوا الاحاديث بمزاجكم، ده ضعيف وده ما ضعيف وده بناخذ به وده ما بناخذ به. المساله ما مزاج ولا المساله فوضى، تصحيح والتضعيف علم من العلوم بل من ادق علوم الدنيا، وحار فيه حتى اليوم الدارسون من المستشرقين ومن اهل الغرب ومن الحاقدين على الاسلام، حاروا في هذا العلم من دقته ومن رسوخه ومن قواعده المضبوطة، بل هذا علم تميزت به هذه الأمة ولا يوجد في الأمم السابقة. طيب هذا الحديث اذكروا محاسن موتاكم من ناحية إسناد الحديث وثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما صحيح ما ثابت، لأنه جاء في الترمذي وفي المسند وعند النسائي، جاء من طريق عمران ابن أنس المكي، وهذا الراوي ضعيف، ضعفه الإمام البخاري والعقيلي عليهما رحمة الله. إذن الحديث مدام مداره على هذا الرجل، وهذا الرجل منكر الحديث وضعيف ويروي المناكير كما قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، إذن الحديث ما ثابت ولا تصح نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام. يعني ما تقول قال رسول الله اذكروا محاسن موتاكم، غلط، ما تقول كده. طيب هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، هذا الحديث من حيث المعنى ده احنا تناولناه من حيث الإسناد، صحة إسناد الرجال إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما ثابت، من حيث معناه أيضا ما ثابت، لأنه يقتضي الحديث ألا يتكلم الإنسان عن الميت، ما تتكلم عنه. طيب جاء في صحيح البخاري حديث صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة، حديث عمر رضي الله عنه، فأثنى الصحابة عليها خيرا، قال وجبت، مروا على بجنازة ثانية أثنى الصحابة عليها شرا، قال وجبت، وجبت الأولى وجبت لها النار أو وجبت لها الجنة لأنه أثنى على خير، الثانية وجبت لها النار لأنه أثنى على شر. لاحظ الاستدلال وين؟ الصحابة أثنوا عليها شرا، ودي جنازة طبعا، ما ممكن يقول لك جنازة دي ما ميت، ده اللي يكون معاقل، جنازة معناها ميت كويس. الصحابة أثنوا على شرا والرسول عليه الصلاة والسلام أقرهم على ثنائهم، ما قال لهم لا ما تكلم هذا ميت اذكروا محاسن موتاكم، ما قال كده، قال وجبت، أقرهم على كلامهم في الميت بل بنى على كلامهم حكما، لأن الحكم وجبت ده بناه على شنو؟ بناه النبي عليه الصلاة والسلام على شهود الصحابة على ذلك الرجل بالشر، وعلى شهود الصحابة على الرجل الأول بالخير، بنى على كلامهم حكما، إذا كان كلامه منكر ما ممكن يغرهم عليه، اثنين ما ممكن يبني عليه حكما. إذن حديث اذكروا محاسن موتاكم باطل من حيث الإسناد، إسناد النبي صلى الله عليه وسلم قلنا باطل ما يجوز لأنه من رواية عمران ابن أنس المكي وضعيف، من حيث المعنى بتاعه أيضا منكر لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إنه تكلم في موتى، وتكلم الصحابة أمامه في موتى، والمسألة دي ثابتة بالإجماع، بإجماع العلماء. يعني الآن الناس اللي بيتكلموا يقول لك اذكروا محاسن موتاكم وما تتكلموا، ده في النهاية بعتبرهم إما عامة ما يفهموا الأشياء دي، وإما ناس أصحاب مناهج منحرفة، انتبه هم أصحاب مناهج باطلة وعقائد منحرفة، وعندهم شيوخ ألفوا لهم قصائد إن كانت عقائد صوفية وكده، أو ألفوا لهم مناهج وثورات وخروج على الحكام وفساد وكده إن كانوا من الأخوان المسلمين أو غيره من المنظرين، وهم دارين يدافعوا عن عقيدتهم وما يقدروا يدافعوا بالحجة. يعني يجي يقول لك يا أخي أنت قلت في شيخنا كده، شيخنا اللي مات ده قلت فيه كده
والحق مع شيخنا والدليل كده وقال تعالى وقال رسول الله يستدل على ما بيقدر. عشان كده ما بيلقى له رايه يدافع بها وحمايه الا يجيب لك الحديث يقول لك اذكروا محاسن موتاكم، لانه هو عارف زول ده ناشر شر وباطل وما يقدر يدافع عنه الا يجيب له درجه زي دي يخطها عليك عشان انت ما تتكلم فيه ويقول لك اذكروا محاسن موتاكم وما تتكلم عنه والى اخره. فهذا الحديث استخدموه او استخدمه اهل البدع واصحاب الباطل لحمايه مناهجهم وعقائدهم ولحمايه مقدسيهم، فنقول الحديث باطل من حيث المعنى ومن حيث الثبوت الى النبي صلى الله عليه وسلم. انما الثابت باجماع الامه ان الانسان متى ما كان ذا شر وسوء لو كان حي ولا ميت يحذر من شره ويحذر منه هو شخصيا متى ما اقتضى الامر ذلك، اي لو كان صاحب ضرر واضل الناس وجب على اهل العلم ان يحذروا من هذا حيا كان او ميتا، لان العقائد والاباطيل والاقوال لا تموت بموت اصحابها. ما في الان فكر بيموت بموت صاحبه، يموت سيد قطب وفكره موجود في كتاب الظلال، معالم في الطريق، عداله اجتماعيه، الصوره الفنيه في القران، الفكر موجود، الباطل موجود. فكيف انسان يجي يقول لك ما تتكلم عن سيد قطب لانه افضى الى ربه، افضى الى ربه او موجود بيننا نتكلم عنه لانه فكره موجود ومنكر موجود والباطل بتاعه موجود. البرعي الف كتب، لك سلام مني، رياض الجنه، ديوان اعلام الطريق، ديوان القوم، ديوان الصحابه، ما تعرف شنو، هذه المنكرات موجوده، المنكر موجود. يقول لك صاحبه مات، طيب مات لكن ترك فكره، ما مات، الفكر موجود، الباطل موجود، لابد يرد عليه وينكر على صاحبه وليس لهم دليل ابدا في هذا الحديث. هذا ان شاء الله السؤال يكون اخر اسئله هذه الحلقه الثانيه من برنامجنا سؤال وجواب، ننقل فيه فتاوى اهل العلم وكلماتهم في بعض الاسئله الوارده من الاخوه لتسهيل الاطلاع على فتاوى أهل العلم في هذه الأشياء. نسأل الله تبارك وتعالى أن نوفق في ذلك. هذا وصلي اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد. وصية القحطاني. لله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.